مساء الفل عليكم. من اكتر الحاجات اللي بتطلب مني ان هم كل الناس بتطلب مني عايزين وصفة تنظف هدوم الاطفال او هدوم اولادنا لما يرجعوا من المدرسة، فيها بقع، فيها حاجات من الاكل، كمان عندنا البويضات بتاعت الفراش بقى بتكون مش نظيفة، كمان عايزين ننظف مواعين المطبخ، ننظف البوتاجاز، عايزين حاجة كده تبقى بتنظف كل حاجة، حاجة كده تخلي كل حاجة بتلمع وبتبرق. فانا النهاردة جايبه لكم الوصفة دي، مش بس مجرد وصفة وخلاص، الوصفة دي من حاجة تقريبا كلنا بنرميها. هنعمل منها النهاردة مسحوق، وهنعمل منها صابون، وهنعمل منها خلطة بتخلي اي حاجة ترجع جديدة. ستانلس، عندنا اي مواعين بقى، ألمونيوم، وكمان اي غسيل ابيض والوان، وكمان بتنظف اي حاجة ممكن تتخيلوها، وبتخلي حتى السيراميك يلمع، واي حاجة تروح عليها الخلطة دي بترجعها فعلا جديدة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي وهنعملها من ايه، وفعلا هتجربوها وهتدعولي وهتعتمدوها. بس ما تنسوش بقى لايك وشير، وتشتركوا في القناة، فعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في كومنت يشجعني. ويلا نبدأ حالا. اول حاجة انا هجيب هنا حوالي نص لتر بالظبط من المية، نص لتر من المية، وهبتدي ان انا مية دافية، وهبتدي ان انا احط عليه دول تقريبا ب10 جنيه بطاس. البطاس طبعا بتجيبوه من عند العطار، هتجيبه ب10 جنيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتبدأوا ان انتوا تنزلوا البطاس على المية الدافية، وهتبدأوا تقلبوا. بس اولا تشتغلوا في حاجة بلاستيك زي اللي انتوا شايفينها دي، وتكونوا لابسين جلافز في ايديكم علشان الحرارة، وتقلبوا حاجة خشب. دي 3 حاجات كده لأمان ليكم، وفي نفس الوقت عشان خاطر الوصفة تطلع معاكم مظبوطة. ما تشتغلوش في حاجة حديد، ما تشتغلوش في حاجة ستانلس عشان ما تقشرش منكم. تمام، بعد ما بتقلبهم كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتبدأوا ان انتوا تجيبوا الزيت المستخدم اللي احنا مستعملينه بقى في اي آلية. وما تقوليليش الزيت مش نظيف او لا، بصوا شايفين الزيت اللي انا شغالة بيه ده زيت كنت قالية فيه سمك، فطبعا الزيت بعد قلي السمك خلاص مصيره ان هو معروف بيترمي، خلاص مش بنستخدمه في اي حاجة تاني. فاحنا النهاردة هنعيد استخدامه. هجيب دلوقتي مصفى، وهبتدي ان انا احط فيها مناديل مطبخ عشان خاطر استخلص كل الزيت واتخلص من كل الشوائب. المناديل يا جماعة بتخلي الزيت يرجع نظيف بس مش نقي، يعني نضيف، يعني مينفعش ان احنا نستخدمه في الاكل تاني، بس لما نيجي نعمل منه الوصفة ما يبقاش فيها شوائب. ونبتدي دلوقتي ان احنا نقلب على طول بالمعلقة الخشب المية الدافية مع البطاطس مع الزيت. بالنسبة لكمية الزيت اللي انا حطيتها، انا حطيت 2 لتر من الزيت، 2 لتر من الزيت، وطبعا الزيت ده مش سخن ولا حاجة، من درجة حرارة الغرفة. وبعد كده هبتدي ان انا احط معلقة كبيرة من ملح الطعام، وأقلب برضو بالشكل ده. الملح مهم جدا وبيتحط في الخطوة دي، مهم جدا محدش ينسى معلقة الملح لأنها بتربط كويس الوصفة، وكمان بتساعد على النظافة الممتازة للوصفة اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي. ونفضل نقلب يا جماعة. هنلاحظ بقى حاجتين، هنلاحظ ان القوام ابتدى يتقل، وهنلاحظ ان الخليط ابتدى برضو يتقل واللون ابتدى يفتح سنة سنة. خلي بالكم اللون اللي انتوا شايفينه ده مش هيكون لون الوصفة. بعد كده ببتدي ان انا اجيب نص كوباية من الدقيق، وابتدي ان انا اقلب كويس قوي دلوقتي بالشكل اللي انتوا شايفينه. في ناس كتير بتعمل الصابون البلدي او صابون المواعين من غير الدقيق، هو هينفع، مش هينفع بس هيكون سايب، لكن الدقيق يا جماعة بيخليه ماسك في نفسه وبيخلي ملمسه من بره ناعم. هي دي فايدة ان احنا نضيف نص كوباية الدقيق، لكن لو ما حضفتوش دقيق هينفع بس هيبقى سايب شوية، مش هيكون ماسك نفسه. عشان كمان تعرفوا ليه احنا بنضيف الدقيق، وليه في ناس بتقول الوصفة عادي من غير دقيق. انا عن نفسي بعملها كده. بعد كده شايفين ده قوام الوصفة، خلاص هيوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. نبتدي بقى دلوقتي ان احنا نجهز
الوصفة بتاعتنا او نجهز الحاجة اللي احنا هنظبط فيها الصابون بتاعنا بمنتهى البساطة. ده شايفين تقل شوية، تقل قوي، وكمان هيبتدي يتقل اكتر لما ينشف. تخلي بالكم ونبتدي احنا هنضيف سنة صغيرة من لون الطعام. في خطوة اختيارية لو حابين تضيفوها، ان انتوا تجيبوا صابونة زي مثلا صابون الصنلايت وتبدأوا ان انتوا تبشروها وتحطوها، او تجيبوا كيس برسيل جل او اي حاجة جل كده انتوا بتحبوا ريحته او اللون بتاعه وتبدأوا ان انتوا تحطوه، هيدي لون حلو للوصفة وهيدي ريحة حلوة للوصفة، وطبعا هيزود موضوع النظافة، ولو ان البطاس مش محتاج يعني بعد نضفته نظافة بصراحة. انا جبت هنا صاجة وهلبسها كده في اكياس عشان خاطر الصاجة ما تبصي، وكمان عشان اقدر اطلع الصابون بمنتهى البساطة من غير ما يحصل اي هدر ليه، تمام. وهبتدي اني انا اصب الصابون جوه الصينية، والصينية دي يكون ارتفاعها مش عالي قوي بس برضو مش قليل على سمك الصابون تقريبا اللي انا بستخدمه. هصب القوام بتاع الصابون بالشكل ده وبسيبه. الصابون تقريبا بيقعد لاخر اليوم، يعني انا اشتغلت بيه الصبح تقريبا كده على اخر اليوم بيبتدي ان هو ينشف ويجمد ويتشد. ما تحطهوش في شمس سخنه، لا حطوه في مكان يكون فيه هواء، لان الشمس يا جماعه بتخلي الصابون يسيح. وبعد يوم كامل هنبتدي نشوف الشكل اللي احنا بالشكل ده، نبتدي ان احنا نقطع الصابون بنمشي عليه بالسكينه او باي حاجه كده حاده، ونبتدي ان احنا نطلع قطع الصابون بالشكل ده. طبعا احنا هنقطع قطع صابون يعني مظبوطة، والهدر اللي بيبقى من الجناب ده هقول لكم نستخدمه في وصفة ايه. هنقلب الصاجة بالشكل ده بعد ما نقطعها، وبعد كده هنطلع الصابون منها، وهنبتدي ان احنا نستخلص بقى القطع الكاملة اللي احنا هنستخدمها. وبعد كده هنبتدي ان احنا نشوف هنعمل ايه بواقي الصابون او بواقي هدر الصابون. وهنبتدي دلوقتي ان احنا نشوف، زي ما قلت لكم مفيش حتة هنرميها، يعني هنحاول بقدر الامكان ان احنا نستغل كل الحتة دي. انا قطعت الصابون ده بالنسبة لي الحجم المناسب. طبعا على فكرة تقدروا تستخدموا ان انتوا تعملوا الصابون ده جوه قوالب سيليكون ويبقى ليها اشكال كده يعني، بس انا حبيت اعمله بالطريقة البسيطة اللي اي حد يقدر يعمله بيها. القطع الصغيرة اللي انا ببتدي اشيلها دي على جنب، القطع دي انا بعمل منها وصفة تانية، بعمل منها طريقة عمل صابون مواعين بيكون تحفة وبينظف حلو قوي، هقول لكم ازاي بعمله دلوقتي. دي قطع الصابون اللي انا عملتها من 2 لتر زيت، لو عديتوهم هتلاقوا عددهم كبير جدا، ولو حسبتوا تكلفتهم بره هتلاقوا ان انا وفرت كتير جدا. في بقى مجموعه او قطعه كده هدرت مني كده من الجناب، دي انا ببتدي اجيبها واحطها على حسب الحجم بتاعها. تقريبا لكل نص كيلو هدر بحط حوالي ربع، بحط حوالي نص لتر ميه مغليه، ميه بتكون مغليه، بحط دول في ميه مغليه، وبضيف عليهم اي سائل تنظيف يكون عندي، باخد منه نص كوبايه وبضيفها، وبسيبهم كده مع معلقه من ملح الليمون ومعلقه من بيكربونات الصوديوم. ودي بقى بتكون الخلطه الفواره اللي بنضف بيها البوتاجاز بتاعي، اي حاجه تتحرق في المطبخ، اي حاجه عايزه تنضف في المطبخ، اي حاجه فيها دهون بترجع فعلا حرفيا جديده كاني لسه شارياها. وانا دلوقتي بوريكم الصابون او بجرب لكم الصابون اللي انا عملته قد ايه بيرغي وقد ايه بينضف. وعايزه اقول لكم تقدروا تضيفوا ليه اي نكهات او روائح كده بتخلي ريحه الغسيل حلوه وكمان تنظف معاكم. اتمنى النهارده اكون افدتكم بموضوع ان انتوا تستخدموا الزيت المستعمل في ان انتوا تعملوا منه الصابون، وكمان تعملوا منه جلي الاطباق او جلي الدهون في المطبخ. واستنوني في وصفات تانية كتير هتوفر عليكم، اقتصاديه وسهله وسريعه وبسيطه. ما تنسوش بقى لو استفدتوا من الوصفه وعجبتكم تعملوا اشتراك، فعلوا جرس على كلمة الكل، وما تنسونيش بقى في كومنت حلو يشجعني وشير للفيديو عشان ناس كتير قوي تشوفه. وهسيب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك عشان لو حابين تتابعوا معايا الوصفات المكتوبة. كنت معاكم شيف نرمين الماجد، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.